فيه؟ صلي بينا على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. وحد الله؟ لا إله إلا الله توفيق. شايف ايه عندك انت بقى؟ ايه هو اللي شايف ايه؟ هو مش باين عندك ولا ايه؟ انت مع توفيق انت معايا؟ استنى يا ابو السيد انا معاك. دلوقتي انا قدامي سلكتين، واحدة خضراء وواحدة حمراء، انهي فيهم؟ اخلص بقى يا عمنا. على فكرة لو قطع السلك الغلط المديرية كلها هترن وهنتفقس كلنا، فتخرس خالص دلوقتي. ايوه يا توفي بس. بلا توفي بلا البان. البان ايه وتوفي ايه؟ انتوا بتهزروا؟ انهي سلك؟ توفيق انهي سلك؟ الاحمر غالبا بيبقى خدعه. لا مؤاخذه سيد، اتوكل على الله في اللخطه. بص يا برنس، سدوا دنكم سدوا دنكم. طز ايه؟ قشطه ستيوبد. ايوه ماشي، تعالي بره بقى ونزل السعاف. يلا دلوقتي. يا بص انا وصلت الكمبيوتر المطبعه ومش فاضل غير ان انا افك الباسورد عشان نسحب التصميم. ومستني ايه يا زكي؟ ما تفكه. ايوه بس في حاجه مهمه جدا في الاول. ايه؟ انت الوحيد يا بص اللي ما كتبليش اي حاجه على الجبس، وانا سبق وطلبت منك الموضوع ده اكتر من مره، وانا مش هعمل اي حاجه غير لما تويش مي سامسونج الاول على الجبس. اوعدك بعد ما تفك الجبس هوش يوب مط وقرن غزال على رجلك. فكه الجبس. الباسورد يا حيوان. اعتبرها اتفكت يا بص. يلا
تجيلي على طول عشان تخلصنا من ابو طويله الاهبل ده. اعتبره خلص سعادتك. سيب الباب مفتوح يا رفيق، سيبه مفتوح. انا ظبطت جهاز الانذار، خمس دقايق بالظبط وهيشتغل. اكتب عمليه سرقه فاشله، يلا بينا.